أنا بربارة نصار، بالرغم من مرضي برمت كل لبنان لحتى شجع كل مريض بالسرطان حتى يتخطى مرضه. ما تخلوا كلفة العلاج تحرمنا حياتنا، لأن كلفة علاج مرض السرطان ضخمة، ولأن كثيرين يموتون بسبب عجزهم عن دفع الكلفة الباهظة. كانت هذه الرسالة من بربارة. ومن منا لا يذكر بربارة نصار، صاحبة الإرادة القوية التي تحدت ولا تزال مرض السرطان. هي التي جالت وعائلتها بالعلم اللبناني على مختلف المناطق اللبنانية لتثبت للمرض أنها أقوى. أما اليوم فتبدو حالتها أصعب بعد تفشي المرض ووصوله إلى رأسها. ومن معاناتها ولدت فكرة تأسيس تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان، هدفه مساعدة المرضى الذين يتعدى عمرهم 18 عاما وغير القادرين على دفع تكاليف علاجهم المضنية. نحن بناخد دواء حقه بالشهر 5.5 مليون، هذا دواء واحد. غيرنا بياخد 13,000 دولار حق دواء على شهر. انطلاقا من خبرتنا نحن قررنا نعمل تجمع، هو تجمع مرضى السرطان وأهلهم بلبنان. الهدف الأساسي تبعها هو مساعدة المرضى يلي مزمنين، مرضى السرطان مزمنين، لحتى يقدروا قد ما ربنا عطاهم عمر يكملوا بكرامة. بتمنى على معالي الوزير مروان شربي لأنه يوقعنا هالعلم وخبر، تمني خاص أنه هي وبربارة موجودة نقدر نقلع بهذا التجمع. ولبربارة أمنية حلم. جمعية هي حلم قبل ما نودع هالدنيا، وإن شاء الله أقدر شوفه. اعتبارا من اليوم صارت الجمعية جمعية قانونية أخذت العلم والخبر. بدي أتشكر الوزير مروان شربي لأنه اليوم بالذات وقع لي أجمل حلم بحياتي، وهيدا الحلم قبل ما موت. بات لمرضى السرطان وأهلهم جمعية تناضل لأجلهم. وإن لم تستطع بربارة رؤية هذه الجمعية بأعضائها وأعمالها، فهي حتما ستراها في عيون من سيكملون المشوار. إذا أمك قديسة بتبكي أكيد لا، مثل ما ربتنا لنكون مثله، نحن من جهدنا نكون قدها. أكيد ما حدا فيكم مثله لأنه مميزة، صد ما فينا نحن نجرب نطلع مثل ما بتريد. أمي صارت قديسة بالسماء وشفعت لكل المرضى السرطان، فلازم انبسط وخلي الكل كمان ينبسطوا. والجمعية اللي أسستها رح تكفي، وكأنه هي بعضها لأنه هي عن جد بعضها بس بالجسم تقالت. الجمعية اللي تأسست أسستها بربارة هي قضيتنا صارت نحن، هيدي اللي بقيت وهيدي هي الأساس اللي بقي. بربارة المناضلة لم تمت، فجمعيتها مستمرة كي لا يعاني الآخرون ما عانته هي. لا تخافوا ممن يقتل الجسد، بل خافوا ممن يقتل الروح. المسيح قام حقا قام.